يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد: منهم من مخالطته الهلاك كله، ومخالطته بمنزلة أكل السم، فإن اتفق لأكله علاج وإلا فأحسن الله فيه العزاء. قال رحمه الله: وما أكثر هذا النوع في الناس، لا كثرهم الله، وهم أهل البدع والضلالة الصادون عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيجعلون البدعة سنة والسنة بدعة والمعروف منكرا والمنكر معروفا. إن جردت التوحيد بينهم، يعني بينت التوحيد تبينا واضحا، قالوا تنقصت جناب الأولياء والصالحين. إن حققت المتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قال أهدرت الأئمة المتبوعين. إن وصفت الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير غلو ولا تقصير، قالوا أنت من المشبهين. وإن أمرت بما أمر به الشرع من المعروف ونهيت عما نهى عنه الشرع، قالوا أنت من المفتنين. وإن اتبعت السنة وتركت ما خالفها، قالوا أنت من أهل البدع المضلين. وإن انقطعت إلى الله تعالى وخليت بينهم وبين جيفة الدنيا، قالوا أنت من المبلسين. وإن تركت ما أنت عليه واتبعت أهواءهم، فأنت عند الله من الخاسرين وعندهم من المنافقين. قال: فالحزم، كل الحزم، أن تلتمس مرضاة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بإغضابهم، وأن لا تشتغل بإعتابهم ولا باستعتابهم، ولا تبالي بذمهم ولا بغضهم.